لكن هو موضوع يعني خلينا نكون صراحة، موضوع بلال ومصطفى هو موضوع أهلي وزمالك صح. مش موضوع نقد إيه يعني لا يعني مش النقد أو الـ أو الـ أو الـ أو الوجهة النظر أو الرأي. يعني كان من الممكن مثلا اللي يقول الكلام ده مثلا لعيب في نادي الزمالك ما كانش هتاخد نفس خلاص لا. لكن هي المفروض برضو هي خبره، يعني هي خبره في ايه ان انت لما تيجي تنقد. يعني انا ما ينفعش النهارده يعني ما ينفع يعني انت ما بتجيش مره تلاقي حازم امام وهو بينقد حد من النادي الاهلي بالشكل كده، او لما بتيجي مثلا مش حد او لما بتيجي مثلا يستحق ما يستحقش احسن لاعب لا مش هو اللي يلعب منتخب مصر لا ده مش هيجيب اجوان وتراوي يعني فاهم قصدي. يعني انا ما ينفعش النهارده اكون انا نجم نادي الاهلي او نجم نادي الزمالك في حاجه كبيره وانقد النادي المنافس ليا بشكل في لعيب البلد بتقول عليه ان هو ايه مشروع ممكن بقى يتاثر. بس يعني هو الموضوع وخاصه يعني ان انت كلاعب مريت بالحاجات دي. اتكلمت مع مصطفى محمد؟ طبعا اتكلم معه على طول في القصه دي. نصحتك لا كان هي ردك في الملعب. طب ما انت صاحب فضل على بلاد ما كلمتوش؟ لا ما كلموش. كلموا ليه في 2001 كل بلادنا كان رايح شمال وخليته اقصى اليمين. تمام مش كان رايح كان مش ده كان مش بالاهلي فعلا. وانت خدته الكونفدراليه اعتقد كانت كندا خدته بتاع ده الفرنكفور كندا كنا في كندا وخدت 5 لعيبه معايا ولا 4 لعيبه والنادي كان الاهلي ورجع من البطوله دي رجع تاني النادي الاهلي رجع المهاجم الاساسي. انا ما اقصدش يعني انا يعني ممكن يكون انا عندي قناعه بيه لكن انا مش هاجي النهارده بص اشوف هو بيقول ايه عليا اقول على غيري خلاص هو رايه انا ما اعمله ايه يعني ما هو مش هيغير حاجه. يعني خليني اقول ايه هو المفترض يعني انا في بدايتي اشتغلت معلم تمام بس كنت انا ومين انا اشتغلت في الاردن اول ما بدات اشتغلت كنت انا مش انا بقى. انا اخر واحد يعني مش انا اول واحد كان كابتن عبد الصالح الوحش كابتن طاسم كابتن علي ابو جريشه وانا وكان مدحت شلبي واحمد شوقي يا نهار كل ايه ده ما شاء الله دي كانت قناه اوربت يعني في حد ممكن ده كان محلل قناه اوربت ده كان استوديو التحرير بتاع قناه اوربت اشتغلت 3 سنين عمالك يعني كل واحد اسمه تقيله لا يعني خليني اقول ايه يعني كان يطلع مثلا كابتن عبد الصالح الوحش وانا